وزارة الصحة تؤكد سقوط قتيل ومصابين خلال الاشتباكات التي وقعت أثناء مظاهرات تنظيم الإخوان. هيئة النيابة الإدارية تعلن تراجع رئيسها عن تقديم الاستقالة. اجتماع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية اليوم لإقرار خطة إتلاف الدرفانة السورية. التاسعة مساء في القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موعد نشرة إخبارية شاملة تأتيكم من قناة النيل، بدايتها مع الشأن المصري. البداية مع إيمان السيد، تفضل. شكرا إيمان. أعلنت مصادر بوزارة الصحة عن سقوط قتيل ومصابين خلال الاشتباكات التي وقعت خلال مظاهرات تنظيم الإخوان اليوم بعدد من المحافظات، حيث قتل فتى في 16 من عمره في الاشتباكات بين الأهالي والمشاركين في مسيرة نظمتها ناصر وتنظيم الإخوان بمنطقة السيوف بمحافظة الإسكندرية. ألقت قوات الأمن القبض على 7 من مثيري الشغب من تنظيم الإخوان بعد الاشتباكات. من ناحية أخرى، نظمت مسيرة في ساحة مسجد القائد إبراهيم عقب صلاة الجمعة احتفالا بانتهاء حالة الطوارئ وحالة حظر التجوال. كما رفع المواطنون الأعلام المصرية ورددوا الأناشيد الوطنية والهتافات الداعمة للقوات المسلحة، بينما عززت قوات مديرية أمن الإسكندرية من انتشارها. وللمزيد من الرصد والمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من محافظة الإسكندرية مراسل النيل محمد التماوي. محمد، بعد التحية، ما الجديد لديك في الإسكندرية الآن؟ يعني الأحوال الأمنية هادئة جدا، هناك يعني حياة طبيعية جدا في شوارع الإسكندرية. الإسكندرية يعني لأول مرة منذ شهور طويلة يعني يحضرون يوم الجمعة بشكل طبيعي. هناك حركة سير في الشوارع كثيفة جدا، انتهت تماما كل فعاليات تنظيم الإخوان المسلمون وما فعلوه على الأرض في الإسكندرية عصر اليوم، بعد تلقيهم لخبر وفاة أحد يعني الصبية في منطقة السيوف. هم استشعروا قدر كبير من ما يمكن أن يحدث من غضبة شعبية أو من عملية استنفار. هذه النقطة التي تشير إليها محمد، ربما يعني البعض يعتبرها نوع من أنواع التحول النوعي إن صح التعبير في يعني سياسة التظاهرات في مثل هذه الأيام. أنت تقول أنهم استشعروا نوعا ما من نتيجة مقتل هذا الفتى بأنه يتراجعوا ولا يستمروا في مثل هذه التظاهرات، يعني استشعروا بمعنى. أريد أن تؤكد المعلومة لأنه البعض ربما يرصد هذا على أنه تطور نوعي في أدائهم في التظاهرات. لا، يعني هذه معلومة مؤكدة، لأنه منذ اللحظة التي تأكد فيها وفاة هذا الصبي يعني فوجئنا، كانت تأتينا أخبار متواترة من أماكن متعددة بالإسكندرية أنه هناك مسيرات ومظاهرات، وبعد ما تأكد خبر وفاة هذا الصبي يعني انفضت كل هذه المسيرات، وبالتالي أعتقد أنه يعني هذا هو استشعار بقدر كبير من الخوف من ردة فعل متوقعة. يعني محمد، أنا أشكرك طبعا على وصفك، وإن كنت أتمنى ألا يكون استشعار نوع من الخوف أو رد فعل غاضب بقدر ما يكون مثل هذا الأمر يعني مقدمة لتوقف نزيف الدماء البريئة في مصر. والساعة الآن التاسعة، محمد أود أن أعرف منك يعني في أول عطلة أسبوعية بعد توقف حالة الطوارئ وحظر التجوال، ما الذي ترصده؟ أرصد حركة سير يعني طبيعية جدا، حركة حياة كاملة في الإسكندرية. يعني هناك حالة قدر كبير من البهجة، وهناك قدر كبير من عدم الخوف. كان هناك خوف مسيطر على أهل الإسكندرية لأسابيع طويلة، كما تعلم ويعلم السادة المشاهدين أن الإسكندرية من أكثر المحافظات يعني شهدت عنفا وشهدت سقوط قتلى ومصابين بأعداد كبيرة جدا. هذا
ألقى في روع المواطنين خوفا. هذا الخوف لا أراه اليوم، أرى حركة طبيعية جدا في الشوارع وفي المتنزهات وفي أماكن التسوق وفي المحال التجارية. نعم. هناك حياة كاملة، يعني الحياة في مصر تسير بشكل طبيعي. نعم. وفي الأسكندرية على العموم. أتمنى أن يكون هذا صحيحا، ووصلت الصورة التي نقلتها لنا محمد تماوي مراسل النيل في الأسكندرية، شكرا جزيلا لك. وفي القاهرة والجيزة نظم أنصار تنظيم الإخوان مسيرات من عدة مساجد، ورفع المشاركون في المسيرات صورا لرمز رابعة وردد هتافات تطالب بعودة الرئيس المعزول. يأتي هذا في حين قامت قوات الأمن بالدفع بأربع مدرعات بشارع عباس العقاد بعد قيام مسيرة لجماعة الإخوان بقطع الطريق، مما أدى إلى حدوث مناوشات بين المشاركين فيها وقائد السيارات. كما شهد محيط قصر الاتحادية مناوشات لفظية بين أنصار الإخوان وأهالي مصر الجديدة الذين عبروا عن استيائهم من تواجد أنصار الإخوان ومحاولتهم تشويه جدران المباني. في المقابل نظم العشرات من أهالي العمرانية وقفة احتجاجية تنديدا بمقتل الطفل محمد بدوي الذي استشهد الأسبوع الماضي إثر اشتباكات بين مسيرة لجماعة الإخوان والأهالي. كما نظم أهالي المعادي مسيرة مؤيدة للقوات المسلحة. تزامنا قامت قوات الجيش والشرطة بإغلاق ميدان رابعة العدوية أمام حركة مرور السيارات، وذلك استعدادا للمظاهرات التي دعا إليها تنظيم الإخوان. ونصب الجيش حواجز الأسلاك الشائكة بشارعي الطيران والنصر المؤديين إلى رابعة العدوية والشوارع الجانبية المؤدية إليها. في السياق ذاته قامت قوات الجيش والشرطة بإغلاق ميدان التحرير أمام حركة مرور السيارات وإغلاق كافة الشوارع المؤدية إليه، ونشر نحو 20 مدرعة عسكرية وشرطية وتشكيلات من الأمن المركزي أمام المتحف المصري وبشوارع طلعت حرب والفلكي ومحمد محمود وقصر النيل، وكذلك بميدان سيمون بوليفار بالقرب من السفارة الأمريكية. من ناحية أخرى نظم أنصار تنظيم الإخوان مسيرة انطلقت من عدة مساجد في مدينة الفيوم، وردد المتظاهرون الهتافات المناهضة للجيش والشرطة. كما رفع المتظاهرون صور الرئيس المعزول وأعلام رابعة العدوية. كما خرجت مسيرة تجمعت من مسجدي الشبان المسلمين وأبو داود لتطوف عدة شوارع في المدينة. معي عبر الهاتف من الفيوم مراسل النيل منتصر نضر. منتصر، الأوضاع لديك الآن؟ حاليا يسود محافظة الفيوم الهدوء، وكانت قد خرجت عقب صلاة الجمعة مسيرة لجماعة الإخوان وأنصارهم في مسيرة حاشدة تحت شعار لا للعمالة الانتقامية على حد قولهم. طافت العديد من الشوارع والميادين، وكانوا قد تجمعوا من مسجدي أبو داود بكيمان فارس ومسجد الشبان المسلمين، وخرجوا في مسيرة احتجاجية طافت شوارع أحمد شوقي وخالد باشا وعادل يكن وشارع البسطة والبالي. حاولت مجموعة من هذه المسيرة التوجه ناحية محكمة الفيوم التي تضمنها القوات المسلحة والشرطة بالكامل، حيث توجهت إليهم على الفور مدرعتين للشرطة، ثم عادوا إلى المسيرة التي اتجهت إلى الكوبري العلوي بالفيوم ثم إلى ميدان المسلة، حاملين صور للرئيس المعزول ورافعين شعارات رابعة، وكانوا يرددوا هتافات ضد محاكمة الرئيس المعزول وضد الجيش والشرطة. وكما أطلقت الإذاعة التي ترافقهم بعض الأناشيد التي تخصهم، ثم انفضت المسيرة. لم يتخلى الأمر أي احتكاكات مع الأهالي كتلك التي وقعت في مناطق أخرى من محافظات الجمهورية؟ كما ذكرت لم تشهد محافظة الفيوم اليوم أي احتكاكات سواء بين الأمن وأنصار جماعة الإخوان أو بين الأهالي وجماعة الإخوان المسلمين. أحب أشير أيضا أنه اليوم تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 5 من تنظيم الجماعة المحظورة باتهامهم بالاقتحام وحرق المنشآت الشرطية خلال أحداث شغب 14 أغسطس الماضي. وهناك كل يوم يتم القبض على مجموعة من جماعة الإخوان وأنصارهم المتهمين في أحداث شغب 14 أغسطس. أشكرك منتصر نظر من الفيوم. أكد مدير أمن المنيا اللواء أسامة متولي أن الحالة الأمنية بالمحافظة مستقرة،
وأن المسيرات التي خرجت عقب صلاة الجمعة كانت محدودة ولم تلقى أي تجاوب من المواطنين وانصرفت قبل العصر. وقال إن اشتباكات وقعت بين عناصر من أنصار الإخوان والأهالي بحي جنوب مدينة ملاوي عقب قيام أحد أعضاء الإخوان بالتعدي على طفلة بسبب هتافه للفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي أثناء مرور المسيرة. وأضاف متولي أن الاشتباكات اقتصرت على التلاسن والتراشق بالطوب، وأن قوات الأمن المتمركزة بالمدينة توجهت إلى محيط الاشتباكات وتمت السيطرة بالكامل على الأوضاع. والمزيد من الرصد والمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل النيل في المنيا أحمد رفعت. أحمد، صف لنا المشهد الذي تابعنا جزء من تفاصيله في هذا الخبر، ما الجديد في المنيا الآن؟ نعم، احييك ودعني ابدا من حيث انتهيت، حيث اكد اللواء اسامه متولي مدير امن المنيا ان هناك خطه مكثفه تم وضعها للانتشار في شوارع ومدينة المحافظه عقب انتهاء حظر التجوال والطوارئ، خاصه وبعد الاحداث التي تشهدها المنيا في الاسابيع الاخيره الماضيه. اضاف مدير الامن ان هناك دوريات ستجوب جميع الاحياء بمشاركه ضباط مباحث من كل قسم فضلا عن القوات المسلحه كاجراء احترازي لتامين كافه انحاء المحافظه من اي تظاهرات عنيفه او خارجين عن القانون. اشار ايضا اللواء اسامه متولي انه جاري توزيع الاكمنه في كافه انحاء المحافظه لضبط العناصر الخارجه عن القانون للحفاظ على الامن بمحافظه المنيا، وتتبع المجرمين لضبطهم وخاصه المطلوبين في قضايا ترويع المواطنين والخطف واقتحام المؤسسات العامه والتعدي على دور العباده. اعود الى الحادث الذي ظهر على تقصد الحادث المتعلق بالتعدي على طفل يهتف للفريق اول عبد الفتاح السيسي. نعم احمد، يعني هذه المشاهد، وارجو ان تصف لنا في المشهد ما يمكن ان يساهم في عدم تكراره ان صح التعبير، يعني هذا المشهد المتكرر يتم الاعتداء على الطفل نتيجة موقف هو محمول عليه او يتبناه ايا كان هذا الموقف، يعني ما الجديد فيه في المنيا؟ نعم، الاشتباكات التي حدثت اليوم من الطوب والحجارة بين عناصر تنظيم الإخوان والأهالي بشارع الأشراف بمدينة ملاوي بالمنيا، مما أدى إلى حدوث حالة من الكر والفر وبعض يعني المشكلات التي وقعت بعد مرور مسيرة محدودة ومعادية للجيش والشرطة، ردد فيها المشاركون عدد من الهتافات المناهضة لا، مما أثار حفيظة أحد الأطفال يعني كان بتلقائية شديدة أثناء سماعه تلك الهتافات، قام بترديد هتافات مؤيدة للسيسي ردا على هتافاتهم ضد الجيش والشرطة. أشار أحد شهود العيان شهد الموقف، كان شاهدا على هذا الموقف، بأنه أثناء إثارة الطفل لغيظ المسيرة المؤيدة للمعزول وترديده للهتافات المؤيدة للفريق أول عبد الفتاح السيسي، جعل العشرات من أنصار المعزول يقومون بالضرب المبرح للطفل والتعدي عليه. كان موجود في الطريق أو في الشارع يعني؟ كان موجود أمام أحد المحلات، كان أثناء المسيرة التي تحركت في الشارع، الأمر الذي دعا لتدخل الأهالي طبعا لإبعادهم عن الطفل، فحدثت اشتباكات بالطوب والحجارة والعصي بين الطرفين مما تسبب في تحطيم الكثير من الابواب والنوافذ للمنازل والمحلات التجاريه القريبه من مكان حدوث الواقعه. اللواء اسامه متولي اكد ايضا انه تم ارسال قوات مكافحه الشرب فور وقوع الحادث وسيطرت على الموقف تماما وعاد الهدوء الى اجواء محافظه المنيا تماما. اشكرك شكر جزيل مراسل النيل احمد رفعت، واتمنى الا نتابع مشهدا مشابها مره ثانيه. أما في محافظة السويس فقد نظم عناصر تنظيم الإخوان مسيرة عقب صلاة الجمعة مرددين هتافات مناوئة للجيش والشرطة، يأتي هذا في حين كثفت قوات ومدرعات الجيش والشرطة المدنية وجودها في ميدان الأربعين وميدان الخضر لمنع أي اشتباكات تقع بين مسيرات الإخوان والأهالي. معي من السويس مراسل النيل إيهاب ويليام. إيهاب، الوضع لديك الآن؟ يعني يمكن الأوضاع في محافظة السويس اليوم هادئة على غير المتوقع بعد أن كان ثمة دعوات حاشدة للتظاهر سواء من أنصار الرئيس المعزول أو من أعضاء جماعة الإخوان وأعضاء ما يسمى بتحالف دعم الشرعية. على أي الأحوال بالفعل كما ذكرت أنت في الخبر خرجت مسيرة وحيدة عقب صلاة الجمعة اليوم من محيط مسجد حمزة بمنطقة فيصل، كانت قاصدة